سلمى، وفقرتنا مو بعيدة أبدا عن المشهد المتصدر العالم، هو اجتياح فيروس كورونا لجميع أنحاء العالم، لكن يمكن نحن ضمن الإجراءات الاحترازية مضطرين نرجع لأعمالنا وتقدر حركة الاقتصاد تستمر بالبلاد. في كتير من المهن وكتير من الأمور عم ترجع شوي شوي، والشارع بلش يمكن ينبض بالحياة تدريجيا، بس في كتير من المسؤولية علينا اليوم، لازم نعرف هي المسؤولية علينا. أكيد. على عائلتنا، على أسرتنا بشكل عام. أكيد نور، يعني ببداية حديثنا قلتي أنه اليوم صارت مسؤولية المواطن هي مسؤولية أكبر اليوم، وحقيقة نحن رح نعرف اليوم أكثر عن بعض الإرشادات وبعض النصائح اللي هي بتهم كل شخص اليوم عم ينزل على أشغاله اليومية وعم يتواجد بالشارع. رح نتعرف أكثر على هاي الموضوع مع ضيفتنا بالاستوديو دكتورة سهير جمعة، رئيسة دائرة البرامج الصحة العامة بمديرية صحة ريف دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا دكتورة، وأوقات جميع المشاهدين. يسعد صباحك ورمضان كريم. يمكن بالمقدمة حكينا نقطة كثير مهمة، يعني كثير الناس اليوم مضطرة ترجع على أشغالها وأعمالها، لكن ضمن إجراءات احترازية وقائية لازم نقوم فيها، لأنه مضطرين تكمل الحياة، بس فيروس كورونا ما انتهى. اليوم قديش علينا مسؤولية نحن، يعني مسؤولية نحن تصدي شعارنا بالوعي، بس اليوم مسؤولية على كل مواطن بحماية مش فقط نفسه، عيلته، أسرته، أولاده، البيئة المحيطة بشكل عام. طبعا نحن مثل ما تفضلتوا من خلال المقدمه، فيروس كورونا لسه ما انتهى، والاجراءات الاحترازيه ضروري انه نتابع فيها لحتى نحمي حالنا واسرتنا ومجتمعنا بشكل كامل. فالمواطن هو اللي لازم ياخذ هلا دوره بشكل امثل لحمايه نفسه ومجتمعه من هذا المرض. فالمرض لسه لم ينتهي بعد، الوباء لسه موجود، بس مثل ما حكينا انه ضروري نحن انه ترجع العالم من اجل الناحيه الاقتصاديه، وخاصه نحن سوريا مثل ما بتعرفوا قديش في ضغوط وحصار عليها، فمن الناحيه الاقتصاديه لازم يصير في عوده للعمل، ولكن ضمن ضوابط يجب الالتزام فيها بشكل دائم، وخاصه بدنا نركز على شيء اسمه التباعد المكاني او الجسدي. هلا بالبدايه كانوا يقولوا تباعد اجتماعي، ولكن بالعكس نحن بهي الظروف وخاصة بوجود هيك أوبئة لازم يكون في عنا دعم اجتماعي، يكون في تآلف، يكون في تواصل، بس يكون في تباعد جسدي وليس تباعد اجتماعي. يجب أن يكون هناك تواصل عن طريق الهاتف، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مكالمات الفيديو، هي كلها بتخفف أعباء هذا الوباء على الأشخاص والمواطنين. ومع هيك لازم يكون في عنا شيء اسمه تباعد جسدي أو مكاني. فهلأ العالم رجعت والحياة رجعت بشكل تدريجي لطبيعتها، وخاصة هلأ بشهر رمضان كل عام والجميع بألف خير، ويكون في تحضيرات هلأ للعيد، فالناس عم ترجع على الأسواق، بس لازم يكون في ضوابط لهذا الشيء لحمايتهم أولا وحماية أسرهم ومجتمعهم. الإجراءات اللي لازم إنه نأكد عليها هي التباعد المكاني. هلأ كثير ناس تضطر إنه تروح على أماكن فيها تجمعات، شو لازم نعمل بهيك قصة؟ أهم شيء إنه يكون في الالتزام بالدور، يكون في مسافة أمان تتراوح بين متر لمترين بين الأشخاص، لأنه نحن ما بنعرف الشخص اللي قدامنا ممكن يكون هو مريض، ممكن يكون حامل مرض، مو ضروري بالذات إنه فيروس كورونا، ممكن يكون حامل أي مرض تاني. فالتباعد المكاني أو الجسدي ضمن مسافة أمان كتير ضروري، وهي وسيلة ناجحة كتير لحتى نحد من انتشار الفيروس. أكيد، يعني رح نتابع أكثر بتفاصيل معك دكتورة عن هذا الموضوع، ولكن هلأ رح نروح سوا معك نور. أكيد سلمى، لأنه موضوع كتير مهم هو عودة الحياة تدريجيا مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، والمشهد السياسي يمكن كمان ما بيبتعد كتير عن فيروس كورونا. ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك نور ولسلمى ولضيفتكم الكريمة. مشاهدينا، موجز للأنباء بعد الفاصل.
السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات المسجلة في سوريا إلى 48 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن بلغ 48 إصابة، شفي منها 29 حالة وتوفيت 3 حالات. عالميا، أودى فيروس كورونا بحياة 294,200 شخص منذ ظهوره في كانون الأول الماضي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في إحصائية لها استنادا إلى مصادر رسمية أن عدد مصابي فيروس كورونا بلغ أكثر من 4,305,340 إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وأنه من بين هذه الحالات أعلن عن تعافي 1,473,700 مصاب على الأقل. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11,385 إصابة. ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها أن البلاد سجلت 749 وفاة، لتصبح البرازيل سادس أكثر البلدان تضررا جراء جائحة كورونا حول العالم. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى 72 للنكبة التأكيد على تمسك الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه المشروعة وثوابته غير القابلة للتصرف، مؤكدا صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات والصفقات الهادفة لتصفية قضيتهم. نهاية الموجز، عودة الآن إلى سلمى ونور لمتابعة برنامج صباح نغير. شكرا لك علي. أما هلأ بنتابع فقرتنا الصحية لليوم سلمى. أكيد نور، كنا عم نحكي مع الدكتورة سهير عن التباعد الجسدي مثل ما حضرتك سميتيه. يعني اليوم الحياة عادت، كثير من خليني أقول المهن متواجدة، كثير من الأشخاص إن كان هن ما بيشتغلوا فهن أكيد رح ينزلوا يتبضعوا. شفنا مشاهد بالأيام الأخيرة من الازدحام من الناس. اليوم خليني نحكي شوي عن أهمية التقيد عند الأشخاص نفسهم، باعتبار أنا عم بنزل يمكن موجودة عندي مثلا خليني أقول نقل عام من الساعة كذا للساعة كذا، موجودة عندي محلات فاتحة من الساعة كذا، شو اللي لازم أنا أساويه لحتى كمان أكون عم بعمل دوري تجاه غيري بالمجتمع؟ مثل ما حكينا أنه نحن هلأ بهالوضع هذا نحن المسؤولية هي بتقع على جميع المواطنين. فالمواطن هو بده يقدر ظروف الوضع البلد اللي نحن فيه هلأ حاليا، من انتشار لسه ما تم يعني ما تم إنهاء الوباء في سوريا، ولم يتم الإعلان بعد عن انتهاء الوباء بالعالم كله. طبعا لحد هلأ في أكثر من 200 دولة فيها وباء كورونا، فالمواطن يجب أن يكون لديه وعي. بالنسبة للتسوق يجب أن يكون هناك شخص يقوم بالتسوق، يعني ما في ضرورة أنه الأم تأخذ مع 4-5 أولاد على السوق لحتى تجيب أغراضها، ممكن يخلي شخص واحد يكون هو مسؤول عن التسوق، يلتزم بمثل ما حكينا التباعد الجسدي، أنه ما يكون في ازدحام. يعني ممكن نوقف بالدور ويكون في مسافة أمان بيننا وبين الأشخاص الآخرين لحمايتنا وحماية أولادنا لما نرجع على البيت ما ننقلهم مرض لا سمح الله اكتسبنا من خلال هاي التجمعات. بالإضافة أنه إذا كان شخص عنده أعراض تنفسية أو كان عنده ارتفاع حرارة، الأفضل ما يروح على تجمعات واختلاط كبير يعني، وبهيك حالة إذا اضطر ينزل الأفضل يحط كمامة كمان لحتى ما ينشر العدوى، حتى لو ما كان كورونا، حتى إن كان إنسان تنفسي عادي، حتى ما يعدي غيره. فالتباعد الجسدي ضروري بهيك أمور، بالإضافة لاتباع وسائل الوقاية الفردية اللي هي مثل ما حكينا الكمامات ممكن نستخدمها إذا اضطرينا كتير نكون في مكان في تجمع كبير، نستخدم الكمامة لحمايتنا كمان، بالإضافة للتباعد الجسدي اللي هو ما بيكلف شيء، هو طبعا بس إنه يكون في وعي حفظ مسافة، بس وعي وحفظ مسافة أمان. بالإضافة لهيك إنه لما نرجع على البيت يكون في غسيل لأيدي
اول شغله نعملها انه غسيل الايدي، نحط الاماكن الاغراض اللي اشتريناها باماكن انه نعقمها مباشره بعد ما نخلص، خاصه الاكياس نتخلص منها بشكل امن، بنقلبها بالعكس يعني بنتخلص منها مباشره. تعقيم الخضار والفواكه طبعا هاي الشغلات نحن بنأكد عليها من قبل، بس هلا صار في لازم تصير عاده يوميه عندنا انه نلتزم بامور التعقيم، مو التعقيم التطهير هي، لانه التعقيم طبعا هو بنستخدمه بالمشافي وبالعمليات الجراحيه، اما هون هو اسمه تطهير اللي هو بنستخدم فيه المطهرات لتقليل المواد او الجراثيم العالقه بالمواد المستخدمة. نعم. طيب دكتورة سهير، يمكن في كثير من الناس بتعتقد انه هي عم تقوم بجميع الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، بس يمكن في اخطاء شائعة بتقوم فيها منا منتبهها. خلينا نحكي عن هي اخطاء شائعة، يعني انا بفكر حالي انه عم قوم بجميع الممارسات الصحية، في بعض الاخطاء يمكن بكون انا عم بسويها ومني منتبهها. هلا الممارسات الصحيه اللي بناكد عليها هي اهم شيء غسيل الايدي. هلا غسيل الايدي بيقي من امراض كثيره وبما فيها الكورونا، اكثر من 80% من الامراض ممكن يقي غسيل الايدي. طبعا غسيل الايدي يجب ان يكون بطريقه صحيحه وتصير عاده صحيه مثل ما حكينا، ونعلمها لاولادنا ونحن نداوم عليها. غسيل الايدي بده يكون من 20 ل 30 ثانيه، وفي طريقه خاصه وفيديوهات لتعليم كيفيه غسيل الايدي الصحيحه، بحيث انه يتم ايصال مواد الصابون او التنظيف لكل نقطه بالايد. فالغسيل الايدي لازم يستمر من 20 ل 30 ثانيه على الاقل وبطريقه صحيحه، ونعلمها لاولادنا لحتى نستمر فيها بشكل دائم. من الاخطاء الشائعه اللي عم تصير انه يكون الغسيل غير كافي، او استخدام معقمات بشكل مفرط. طبعا استخدام المفرط له بيعمل جفاف، ممكن يعمل اكزيما، وخاصة كمان الاشخاص اللي عندهم حساسيه ممكن يتحسسوا منها، او اذا كان عم يصير خلط، لاحظنا انه في حالات كمان صارت تسممات او اختناق بسبب خلط مواد التنظيف مع بعضها، مثلا الفلاش مع الكلور بيطلق مواد سامه، وصار في حالات كثير اختناق واسعافهم على المشافي بسبب الاخطاء الشائعه اللي عم يستخدموا فيها خلط المواد التنظيف مع بعضها. بنتمنى نحن ما يكون في افراط، ولا يكون في هلع زائد، ولا يكون في عنا كمان انه عدم وعي. بدنا يكون في عنا وعي عند الاشخاص، طبعا الاعتدال بالامور هي اهم شيء. ومثل ما حكينا اذا الشخص كمان كان برات المنزل ورجع على المنزل، يتبع مثل ما حكينا اول شيء وسائل النظافه، انه الثياب اللي كان لابسها كمان يحطها باماكن بعيده عن الأشخاص الآخرين بالمنزل، غسيل الأيدي، تعقيم وتنظيف المواد اللي كان جايبها من برا، كل هاي بتساعد إنه ما يصير في عنا عدوى للأشخاص الموجودين بالمنزل. أكيد ومثل يعني. ما حكينا كمان الكبار بالعمر لازم كمان يحاولوا إنه ما يصير في اختلاط كتير، ويكون في يعني إذا مو مضطرين إنه يخرجوا برات المنزل ما يخرجوا، لأنه هن الفئة اللي أكثر شيء مستهدفة أو الأكثر شيء ممكن يكون في خطورة عليهم، خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض قلب أو أمراض سكري أو نقص مناعة. فهدول الأشخاص لازم نكون حامينهم أكثر من خلال زيادة الوعي عن كيفية التعامل معهم. أكيد. يعني دكتورة كمان كنا عم نحكي عن الحجر، يعني هلأ نحن انتقلنا لتخفيف شوي الحجر المنزلي مع عودة بعض الأنشطة والفعاليات الاقتصادية. طيب خلينا نحكي اليوم عن الحجر أيضا اللي متواجد المراكز الصحية. اليوم الدولة السورية عم تستقبل وتعيد مواطنينها، كل من عم يرغب عم بيتم إعادته، ولكن إلى الحجر. خلينا نحكي عن أهمية هذا الحجر، وخصوصا أنه شفنا الحالات المتواجدة بسوريا واللي تم فيها تسجيل الإصابة بفيروس كورونا هي للقادمين من الخارج وليس المتواجدين ضمن سوريا. طبعا مشكورين الفريق الحكومي المسؤول عن إعادة المواطنين السوريين العالقين خارج القطر بسبب الإجراءات اللي اتخذتها بعض الدول، وخاصة إيقاف السفر أو إغلاق الحدود. طبعا مشكورين على هذا الإجراء اللي عم يقوموا فيه، بس بالمقابل لازم يكون في عنا وعي كمان الأشخاص اللي عائدين لسوريا. نحن الحجر كتير ضروري انه يتم خلال هاي الفتره، لانه هن اغلب الاشخاص العائدين وهن سوريين قادمين من مناطق موبوءه، فنحن لازم نطمن عليهم، ولحتى كمان هن لا سمح الله اذا كانوا حاملين هذا المرض او مصابين ما ينقلوا لاسرهم. يعني ممكن شخص لا سمح الله يكون حامل هذا المرض، اذا ما التزم بالحجر الصحي ممكن ينقله لابوه او جده او سته، او ممكن يصير عنده مرض ويتوفى بسبب الاهمال او عدم الوعي.
فالحجر الصحي ضروري انه يلتزموا فيه العائدين، وهو كمان عم يتم لما يقدموا طلب بسفارتهم انه بالسفاره اللي بالبلد الموجودين فيها انه بدهم يرجعوا على البلد، عم يتم اخبارهم انه رح يخضعوا للحجر الصحي قبل ما يرجعوا لبيتهم 14 يوم. وطبعا نحن مشكوره وزاره الصحه، عم يكون كل شيء تقديم خدمات خلال هاي الفتره هي مجانيه. وطبعا مراكز الحجر تم اعتمادها بكل المحافظات السوريه، وطبعا تقدمت من عده وزارات مثل وزاره التعليم العالي، وزاره الاوقاف، وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وتم تجهيزها من قبلهم وتم تقديمها لوزاره الصحه. وزاره الصحه هي عم تتابع الامور الاشخاص المحجورين عن طريق الفرق الطبيه وتقديم جميع المستلزمات للاشخاص الموجودين. بس بدنا شويه وعي وتعاون من العائدين للبلد. وهي النقطة اللي أشرتي إلى دكتورة، أنه هي المناطق والأماكن تم تأهيلها من قبل الوزارات لتأهيل أماكن هي أساساً ما كانت معمولة لا تكون أماكن عزل أو حجر صحية، هي انعملت يعني اتباعاً من أجل هي الجائحة، نكون نحن مستعدين لاستقبال الأعداد إذا تم إصابات أو انتشار عدد كبير من الإصابات. بتشكرك بالختام الدكتورة سهير جمعة، رئيس دائرة البرامج الصحة العامة في ريف دمشق. مثل ما قلتي بالختام، الوعي ثم الوعي ثم الوعي، مو فقط في المواطنين السوريين الموجودين بدمشق او في سوريا واللي قادمين من خارج سوريا. شكرا كثير لك. شكرا لكم كثير، وشكرا فعلا للاخباريه السوريه اللي عم تتابع بشكل يومي اجراءات اللي عم تقوم فيها وزاره الصحه، والله يعطيكم الف عافيه. شكرا لك دكتوره، وشكرا لكل الاطباء والكادر الطبي، انتم جنود البيض حاليا اللي عم تسهروا على راحتنا وعم تتعرضوا يمكن لكثير من المخاطر، الله كمان يحميكم يا رب ويقويكم. شكرا لكم.